شوفوا الأطفال، شوفوا الأطفال جاي تمتحين، ويقول لك ليش أنت الدوام؟ قل له أرجع. شوفوا الأطفال شلون تمتحين، شوفوا الطين مطرز غيرونه. شوفوا الأطفال، شوف 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 هذا العراق اللي ميزانيته 88 مليار بالسنة، تعادل 5 دول، وهنا حكام شيعة، لا أكو أجانب ولا أكو غربيين. شوف الطلاب، شوف 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 الطالب، شوف الطالب، شوف شوف. الله أكبر عليكم، الله أكبر عليكم. هاي اليوم تاريخ 26/2، امتحانات نصف السنة. شوف الطالب، شوف الطالب، شوف الطالب. هاي منطقة الإسكان الصناعي، شوف الطلاب شلون قاعد تمتحين. نزعت خطية أحذيتها وظلت حفاي بنص الشارع. شوف هذا صف أول قاعد يمتحن ويقول لك ليش ما يتمرض الطفل؟ ليش الطفل يكره المدرسة؟ شوف الله عليكم، شوف شوف هذا البنص، شوف هذا البنص، شوف هذا هذا الأزرق هذا، شوف 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 ارجع. يا الله، شوف 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 هسه هذا من يتمرض خطية، شوف هذا من يتمرض هسه هذا من شو ولد عنده حب العراق، حب الوطن. يا مسلمين انتم مو اسلام، والله يا حكومه مو اسلام، ذره شرف ما عندكم، ذره اخلاق ودين ما عندهم. شوف ذولا، شوف المعلمات شلون واقفات بنص الطين. هاي الشهر الثاني، شوف شوف الطلاب صف اول وهاي الثاني.